بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي نتعلم رسمة الـ mRNA. هنا في الأول بيكون في كورة كده اللي هي ريبوزومال بايندينج سايت، بعدين هاجي هنا أعمل أحط 3 حروف A U G اللي هو الستارت كودون، في الآخر خالص المفروض بيكون هنا في 3 حروف هما الستوب كودون بس متغيرين طبعا، في الآخر هنا بيكون في A. طيب الأولانية اللي هو مين؟ ريبوزومال بايندينج سايت، ريبوزومال بايندينج سايت ده اسمه ستارت كودون، ستارت كودون. طيب في الاخر هنا بيكون في حاجة اسمها ستوب كودون، ده 1 من 3 ياج وياجا ويا لو يو اي جي او يو جي اي او يو اي، اي واحد منهم موجود هنا طبعا ما بكتبش حاجة هنا فيهم. الأخير ده اسمه بولي أدينين تيل أو بولي إيه، ده تركيب مين؟ ده الستراكشر أوف مين؟ mRNA. نتعلم دلوقتي دور ريستريكشن إندونيكليز إنزيم والدي إن إيه لاجيز إنزيم في إن هما يقطعوا دي إن إيه بيسز ويعملها جوينينج توجذر. نشوف مع بعض دلوقتي، هو في الغالب مديك إيه الدي إن إيه، مديك قطعتين كده، واحدة فيها مثلا سيكونس زي جي اي اي تي تي سي، هنا قدامها دي سيكونس مثلا، حتة تانية فيها نفس الايه السيكونس بالظبط. طيب ازاي انا اقطع دي واقطع دي؟ ممكن مثلا كنت اخلي واحدة فيهم بلون تاني، يعني ازاي نقطع دي ونقطع دي. اولا اول حاجه نعرفها ان احنا بنعلم بين اول حرفين هنا من زيول ايه، حط سهم كده، واول حرفين من تحت من هنا حط سهم كده، اوصلهم ببعض السهمين دول اوصلهم بايه، كأن قطعت بقى بموس كده. ايه اللي اتبقى الناحيه دي؟ اتبقى حرف الجي لوحده اهو، وهنا سي تي تي اي اي، ده كل ده قبل القطعه، هكتب حرف الجي فوق اهو قدام منه سي تي تي اي اي اهو، ده اللي اتبقى بس كده الحته اتبقى. طب وهنا اتبقى حرف الجي تحت وقدام منه سي تي تي اي سي تي تي اي اي، طيب هنا مفيش حاجه تاني خلاص كده، فانا قطعت دي الحتتين تاني هتبقى زيها بالظبط. هعلم بين اول حرفين من هنا اول حرفين من هنا واوصلهم بعض، هيتبقى هنا جي قدام منها سي تي تي اي اي اهو. طيب ايه اللي اتبقى الناحية التانية؟ هيتبقى نفس الكلام برضو جي قدام منها سي تي تي اي اي، فده اتقطع للجزئين دول كده وده اتقطع للجزئين دول بمين؟ بريستريكشن انكليز انزيم. لو انا حبيت اخد القطعة دي الزقها مع القطعة دي، مين اللي يلزقهمني؟ يلزقهم لي مع بعض انزيم التاني اللي هو اسمه التاني اللي هو اسمه الدي ان اي لايجيز. تعال نشوف بقى هنعمل ايه اهو، ياسر هتاخد الحته دي اهي، حط عليها الحته التانيه دي، تكتب بقى السيكونس بتاعت هنا كان فيها جي وقدام منها اهي سي تي تي اي اي، هنا كان في جي اهي قدام منها سي تي تي اي اي، تمام كده. انا عملت ايه؟ انا خدت 2 بيس من ديفرنت سورسز ولزقتهم مع بعض، يعني مثلا الدين اللي كنت جايبه مثلا من خروف والدين اللي كنت جايبه من نعزه، وبس نفس السيكونس دي موجوده فيهم، فجبت نفس الانزيم اللي هو ريستريكشن اندوكليز انزيم، يقطع ده ويقطع ده، وبعدين خدت بيس من هنا ولزقتها مع بيس من هنا. فده هاو كان يو جوين تو ديفرنت بيسز من ديفرنت طبعا ليفنج اورجانيزم، ازاي تلزقهم او دور الريستريكشن والدي ان اي لايجيز. تمام، رسمة الكلونينج. في الكلونينج هو بقى مديك البلازميد مثلا هنا فيها جي اي اي تي تي سي والمكمل بتاعها، بديك سيكونس كده، وهنا
دي ان اي في نفس السيكونس بس مرتين. طيب ازاي بقى احنا نقطع الحتتين دول ونلزقهم ببعض؟ بس الريستريكشن بيعمل ايه؟ بيعلم بين اول حرفين من هنا واول حرفين من هنا اهو، ونوصلهم ببعض، ونعاول السيكونس ده برضه نعلم بين اول حرفين من هنا واول حرفين من هنا ونوصلهم بايه؟ ببعض. ظهر حرف زد في النص اهو، ده نحاول نرسمه. ايه اللي اتبقى جوه حرف الزد؟ الجي من فوق اهو، اتبقى الجي من فوق، وقدام منها سي تي تي اي اي. نمسك كده معاها اهو حرف زد، بحاول ارسمه. وقلت بقى تحت الجي، قدام منه في ايه؟ سي تي تي اي اي. كده انا رسمت حرف زد. او ارسم حرف زد الاول واكتب جوه منه الحروف، بس اتاكد ان السي قدام الجي والسي لين قدام الجي اهو، ما تبقاش الحروف بعيد عن بعضيها. كده الريستريكشن انزيمز قطع الحته دي كده. طب ازاي الريستريكشن هيقطع البلازميد؟ برضو نفس الكلام، هنعلم من اول حرفين من هنا، اول حرفين من هنا، ونحاول ايه نوصلهم ببعض. طيب ايه اللي هيتبقى هنا؟ تعالى نشوف مع بعض كده اهو. ايه اللي هيتبقى هنا اهو؟ هحاول لو انا قطعت الرسمه دي، نبص عليها كده اهوت، ارسم الرسمه اللي هتطلع ازاي. الرسمه بتطلع مع التخيل، لو انت حاولت تخيل الرسمه دي هيطلع لك عامله كده، عامله ازاي اهو. الحته دي طويله ودي قصيره، وهنا طويلة ودي قصيرة. دي الجزئية اللي هتطلع، بس أنا هرسمها إزاي؟ دي صعبة شوية عليا، مش عارف أتخيل الرسمة، فأقول لك نرسمها إزاي. نرجع كده اقول لك نرسم الرسمه دي ازاي. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنيجي تحت الرسمه دي وترسم نفس الرسمه برضو اهي بالظبط، وبعدين يبقى السيكه بالسيكه بتاعتك، وتروح مسح في النص هنا كده اهو، مسحت في النص الاول، وبعدين من على اليمين همسح حته هنا زياده شويه، ومن على الشمال همسح اللي من فوق حته زياده شويه. يبقى انا مسحت في النص الاول، وبعدين على اليمين مسحت حته من تحت شويه، الخط اللي هو ده، وبعدين على الشمال مسحت الخط اللي فوق شويه شويه. وبعدين نرجع نجيب القلم تاني، نبدا بقى نوصل دي مع دي اهي، وبعدين اعمل كسر هنا ووصل دي معاه. تمام. طيب ايه اللي اتبقى تحت هنا؟ حرف الجي. ايه اللي اتبقى فوق هنا؟ سي تي تي اي اي. ايه اللي اتبقى فوق هنا؟ حرف الجي. ايه اللي اتبقى تحت؟ سي تي تي ايه ايه. كده انا رسمت دي برضو ريستريكشن انزيمز هيقطع دي كده. ازاي بقى انا الزق الحته دي في الحته دي، او الجين في البلازميد؟ هنعمل ايه؟ هترسم نفس الرسمه دي، بس هنعمل ايه؟ هتيجي هنا تحت هنا وتروح راسم نفس رسمه البلازميد دي بس على كبير شويه اهو، بلازميد كبير اهو. وبعدين السيكونس دي مكتوبه مره واحده، هنكتب احنا السيكونس هنا مرتين، مره كده جي اي اي تي تي سي اهي، هنقلها بالظبط، مره مايله كده مره مايله الناحيه الثانيه، جي اي اي تي تي سي اهو، والمكمل بتاعها. وبعدين حرف الزد ده نجيب قلم كده مثلا تاني، نحاول نعلم على حرف الزد ده هنا فين؟ هو هنا الخط نازل بعد الجي اهو، تمام؟ نحط هنا شويه ماشي، وماشي لغايه حرف الاي التاني اهو. طيب وهنا الناحيه التانيه طالع بعد حرف الجي وماشي لغايه حرف الاي التاني اهو برضو اهو، تمام؟ نحاول نبقى نوصل الحاجات دي كلها ببعض، هيطلع لك حرف الزد بتاعك اهو، بس طبعا معوج شويه عشان ايه يخش جوه الدايره. كده انا علمت على حرف زد ده اسمه ايه بقى اللي بيطلع ده؟ اسمه ريكومبيننت
بلازميد. تمام، اللي عمل كده اللي زوم بعض مين؟ دي ان ايه لايجيز، دي ان ايه لايجيز، واللي قطعهم ريستريكشن وريستريكشن. دي الرسمه دي بعنوان ايه؟ كلونينج اوف دي ان ايه، كلونينج اوف دي ان ايه او دي ان ايه كلونينج. تمام،